نروح بقى على اخبار منتخباتنا وتحديدا المنتخب الاولمبي، حيث يدرس البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي حسم مصير العرضين اللي تلقاهم الاتحاد المصري لكره القدم من الاتحادين الياباني والاوكراني لاقامه مباراتين وديتين مع المنتخب خلال معسكر يونيو المقبل استعدادا لخوض منافسات اولمبياد باريس المقبله. وقام الاتحاد بدوره باحاله العرضين الياباني والاوكراني الى الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده البرازيلي ميكالي لحسم القرار قبل الرد على الثنائي. نروح بقى في جولة سريعة في أخبار دوري القسم الثاني وتحديدا مع نادي بتروجيت، حيث حدد مجلس الإدارة مكافأة مضاعفة في الأربع مباريات المقبلة بالرغم من أن الفريق كان يحتاج لنقطة واحدة، لكن الإدارة بترغب بالفوز في جميع المباريات ليكون بطلا لدوري القسم الثاني ألف ولتجنب التهاون مع الأندية المنافسة. وتبقى للفريق أربع مباريات مع رايا وبروكسي ووادي دجلة والسكة الحديد. قال محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي انه خاض عدد من المباريات الوديه بتشكيله الاساسي والاحتياطي وعدد من الناشئين، ويعد هدف الفريق حاليا هو تحقيق الانتصارات في المباريات الاربعه المقبله لتحقيق مركز جيد للفريق في مجموعه الصعود. ومن نادي بروكسي الى نادي هلال مطروح، حيث يستعد بقياده المدير الفني علي عاشور لمواجهه سبورتنج الحاسمه في الجوله المقبله، واتفق الفريق على خوض معسكر مغلق يمتد لمده اسبوع قبل المواجهه، حيث يحتل الهلال المركز الثاني في المجموعه السادسه بفارق 3 نقاط عن سبورتنج المتصدر. يخوض فريق المجد السكندري غدا ثالث ودياته أمام فريق رايا في 10 من مساء الغد على الملعب الفرعي لبرج العرب. وخاض الفريق بقيادة المدير الفني سمير سعد مباراتين ودياتين مع أبو قير للأسمدة وفرقه لعودة مباريات الدوري القسم الثاني ب، حيث يتبقى للفريق مباراتين مع طلائع الأسطول والأولمبي السكندري.